دكتورة إيناس، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. ودكتورة إيناس يا جماعة شلتوت الحقيقة لازم احييها، لان هي مشرفانا كدكتورة مصرية في المحافل الدولية كلها. الحقيقة بحيي حضرتك، ده حقك لازم اقوله. دكتورة إيناس قبل ما اسأل حضرتك، بصي بقى يا دكتورة إيناس، دلوقتي احنا كإعلام شغالين على التوعية، لكن في ناس يبدو انها مهولة الموضوع بزيادة. أنا هنا مش بتكلم على تهويل الموضوع في حتة الإجراءات، لا، الإجراءات الحكومية صح جدا، بالعكس ده أنا هأطالب بمجموعة من الإجراءات أيضا في الحلقة النهاردة. نفسي يقفلوا كل الكافيهات ونفسي يقفلوا كل المطاعم، لكن الناس حتى بقت قاعدة في بيوتها قلقانة. دكتورة إيناس، نصيحة حضرتك إيه؟ احنا يعني لا يخلو شخص من حاجة ممكن تقلل من مناعته. يعني احنا عندنا مصابين بمرض سكر، مصابين بارتفاع ضغط الدم، مصابين كتير بنقص مناعة، صحيح صحيح، بالرب وبأمراض الرئة المزمنة، بأمراض الكلى، بالكبد، بالأورام. في أشخاص بيتعالجوا بأدوية بتقلل مناعة زي الكورتيزون مثلا. وبالتالي لا يوجد شخص خالي من مرض من هذه الأمراض، أو لا يوجد أسرة هناك فيها شخص أو أكثر عنده مرض من هذه الأمراض. الله، وبالتالي هناك طرق وقاية لجميع الناس لازم كلنا يعني ناخد بالنا منها، طبعا بدون زار ولا رعب ولا تهويل، ولكن الوقاية دائما أفضل من العلاج. في توصيات ونصايح هنوجهها للجميع، سواء كانوا أصحاء أو عندهم أي مشكلة صحية من المشاكل السابقة اللي احنا قلناها. أولا تجنب التجمعات. وحضرتك قلتي مشكورا أن حضرتك هتطالبي بقفل الكافيهات وقفل المطاعم. أنا بأؤيد حضرتك تماما، وبأؤيد الإجراءات اللي تمت في الفترة الأخيرة من أجازة المدارس، أجازة الجامعة، الطيران، في حاجات الحقيقة احنا كنا بنطالب بيها، ونتمنى أن سيادة الرئيس أن هو يأخذ هذه القرارات المهمة. عايزين الخطوة المهمة السريعة جدا، الكافيهات والشيشة، لأن احنا لا وجدنا أن بعض الناس أخذت الكافيهات كلها وكل راحت قعدت على القهوة. بالظبط، صحيح. المولات صحيح. التجارية كمان، إلا محلات الأغذية والصيدليات. يعني احنا عايزين نقفل أي حاجة مغلقة إلا المحلات اللي هي فيها طبعا طلب يومي خدمات. الخدمات للناس. خدمات. نعم. الحاجة الثانية، أي تجمع اضطرينا نكون موجودين فيها نلبس الماسك. ونحاول ان احنا ما نلمس حاجة. يعني مثلا دخلنا بنجيب من سوبر ماركت في الترولي بتاع سوبر ماركت ده، انا البس فيه علبة كوانتيات رخيصة قوي 3-4 جنيه وينزلوها دلوقتي في السوبر ماركت، صحيح، لغاية ما اجيب حاجتي. طبعا لغاية ما اطلع ويعني اتعامل بيها بره البيت، همسك زرار بتاع الاسانسير، همسك باب في اي حته بفتحه وهكذا، يبقى الجوانتي الخفيف ده وبيترمي في الاخر. هنقول ان احنا عايزين فيتامين سي يوميا، يا اما على شكل اقراص، يا اما على شكل ليمون او برتقال. الاكل يكون متوازن وسليم، واكثره خضار وفاكهه وبيض ولبن، علشان احنا هنقعد في البيت فتره اطول، مش عايزين وزننا يزيد، ولكن عايزين مناعتنا تبقى جيدة بالأكل الكويس. صحيح، تعرف طول ما بنقعد في البيت كل ما بنقعد التلاجة شغالة، الباب مفتوح، باب التلاجة مفتوح على طول. والله ممكن نعمل رياضة في البيت، وممكن نمشي، وممكن نمشي 10 دقايق بعد كل وجبة، نمشي بسرعة نلف في البيت ونحسب بالساعة ونعمل رياضة. صحيح. كل واحد حسب سنه وحسب الحالة الصحية بتاعته. نعم. عايزة أقول المشروبات الساخنة مهمة قوي، هي نشربها باستمرار، أي مشروبات ساخنة هتبقى مفيدة جدا. نعم. نغسل إيدينا بقى بالصابون لمدة نص دقيقة كل ما نعمل حاجة داخل المنزل. طبعا مش عايزة أقول لما ندخل من بره البيت ده لازم نغسل إيدينا بالصابون وبالكحول إذا قدرنا بسبرتو. نعم. سبرتو طبي. الحاجة التانية، إن إحنا داخل المنزل لازم، وداخل مكان العمل، يبقى فيه تنظيف للأسطح وللأجهزة المستخدمة. بننظف يا إما بكلور يا إما بسبرتو برضو، والأرضيات. أو بناخد بخاخة. بخاخة تكون معتمة.
لان الكلور بيتحلل لما يكون يشوف الضوء، فبخاخه نعم. معتمه، وبنبتدي نرش بيها الارضيات والاسطح اللي احنا بنستخدمها وبنمسحها بحاجه. تمام. نحاول نلازم المنزل قدر الامكان. يعني ما نخرجش الا للضروره، وناخد فرصه راحه بقى او ريلاكسيشن كده في البيت. نعم نعم. الاماكن يعني المزدحمه يعني أيها. دكتورة إيناس، اللي عندهم حضرتك ذكرتي إنه مفيش بيت في مصر مفيش حالة مرضية بمرض ما، يعني ده طبيعي، وخصوصا كمان إن احنا الأيام دي في تغيير جو، وأنا طول الوقت بقول كده للسادة المشاهدين، فهتلاقينا كلنا بقى بنعطس وبننف وبتاع وحاجات كده نظرا لتغيير الجو. لكن حضرتك شايفة إنه التعليمات دي تعليمات عامة، مش فكرة إنه حد عنده مرض بعينه، يعني مريض السكر ملوش معاملة خاصة، مريض الضغط ملوش معاملة خاصة، مريض الروماتيزم ملوش معاملة خاصة، الكبد، الكلى، أي حاجة، كله كله يحافظ، كله طبعا يحافظ بالتوصيات اللي احنا قلناها. لكن نعم. احنا مثلا لو هنتكلم على اللي عنده سكر، هنقول له هتضيف على هذا الكلام ان لازم مستوى السكر في الدم يبقى مظبوط. وان انت تاخد من الوقت اللي انت قاعد في البيت فرصة بقى ان الواحد يغير من اسلوب حياته ويهتم بصحته. صحيح. يعني يبتدي يتعود صحيح. على التحليل في مواعيد صحيح. هم كبار السن اتخضوا، واحنا لازم يعني لازم الحاجات دي ما تفوتش علينا دكتورة إيناس، انه يعني التعليمات للناس كلها يا جماعة، مش صح. الخطر الله اكبر على الكل، مش على كبار السن بس او اللي عندهم امراض بس، مش كده يا دكتورة إيناس؟ لا يا فندم، ده في كبار السن بتبقى صحتهم افضل زي كثيرا من الصغيرين، وزي الفل ورياضيين وبيروحوا النوادي وبيلعبوا صحيح. رياضه صحيح. فاحنا بنقول هذا الكلام ده للجميع، لكن بنقول نعم. مريض سكر اهتم ان سكرك يبقى مظبوط، بس هي دي مريض الضغط ضغطك يبقى مظبوط. طبعا طبعا شكرا. اللي قاعدينها في البيت نبدا اسلوب غذائي سليم، مفيش مانع ان انا اعمل رياضه، اهتم بصحتي، يعني اخد فتره ان انا طبعًا. اتعود على اسلوب حياه جديد. طبعا. شكرك فندم، شكرا جزيلا دكتوره إيناس شلتوت.